عندي واحد المشكل بغيت نعاودو لكم. خويا ديال خويا الكبير، احنا من مدينه الجديده جينا للدار البيضاء، ما عارفينش حتى الدنيا كيفاش دايره الدار البيضاء، تبارك الله راه كبيره، وحنا جينا بحال لا ما عارفه لا فين نزيد لا فين نمشي لا فين. انا قدام المحكمه المعارف عين السبع ياك اخويا، هذه انا ما عارفه حتى شي حاجه. جيت اليوم كنلبي واحد النداء على خويا، خويا متهم، يلا خرج من تهمه، تروح روح، ما عنده فاته لا يد لا رجل. كان تهمينو بيتهموا به واحد السيد في الحبس، اليوم كنلبي واحد النداء، جا خويا للدار بدا يدير 4 شهور من باش خرج من الحبس، ما عنده حتى دخل نهائيا في هذا المنتف اللي تحط ليه ثاني اليوم. خويا جاو عنده عيطوا ليه الجندار نهار ليله الحد، وهذا الشيء جا على طريقه واحد السيده من جماعه مولى عبد الله، هي اللي جات الطريقه السبب ديالها. خويا كان خدام في الليل، الصباح بغى يدخل فحالو، عيطوا لي الجندارم قالوا لي غتجي عندنا. هاد السيده كليانه ديالو كيوصلها، حتى هي من صحابه الليل، هاد الدريه وصلها مهم ناقش هو وياها. هاد الاخت بلا ما نقول لكم السميه ديالها، هاد السيده ما بغاش يهزها في الطوموبيله ديالها، هي كليانه ديالو تناقشت معاه، حيت هو حتى هو مدمن كيشرب كيكمي. باش كيتاجر في المخدرات؟ ابدا ما كيتاجر في المخدرات، هو عنده طريطه فيها 60000 ريال، اقسم لكم يمينا، اقسم لكم يمينا، عنده طريطه فيها 60000 ريال، كيجي عندي انا كيكمل من عندي 4000 5000 10000. سمعت يا الاخ؟ مني جا مني مشى ديكلارات به السيده عند الجندار من محكمه المدينه الجديده، مشى ديكلارات به ليله الحد، قالت لهم شبع فيا معيار، قالت لهم راه شبع فيا معيار ديال راه سايق بلا رخصه السياقه، عنده طوموبيل انا اللي تعاونت معاه، كتعدو طوموبيل ديال هذا السيد اللي جارو دابا وباعناها لي صحه. جيت مع خويا قيت عيط لي خويا قال لي اختي انا راه عند الجندار، قلت لي علاش؟ قال لي البارح مناقش انا واحد المسخوطه كتسكران ما عاقلش شبعت فيها معيار، راه جات ديكلارات بيا وخويا عيرها بباها ما رضاتش، قالت لي بروح تندير لك ونفعل لك. مشات على الجندار قالت لهم راه هاد السيد سايق بلا رخصه بلا والو، علاش ما تدخلوش؟ والسيد كيترزق الله عنده بنيه وليد. قال لي عندك شيك؟ قال لي انا ما عطيتها شي، قال لي واجي عندنا غتعرف شنو عندك. مني خويا مشى عند الجندارم قالوا لي راه ما عندك شيك، راه عندك بلان. قال لهم راه ما عندي لا بلان لا والو، والشايفور اللي كان سايق ليا هما اللي عدي هما اللي حارقيني. قال لي واخا اش كاتبك ماشي هي اللي دايره لك البلان، راه دايروا لك واحد كنتي كتاجر معاه في المخدرات، واخويا راه ما كيتاجر في المخدرات، والصنداله اقسم لكم يمينا ما عنده ما يلبس. صبرتي لا عطيتها لي من يخرج من الروح باقا لابسه الان. ما علينا اخوتي، مني مشات الوالده، انا ما مشيت على الجندار، قالت لي انت ما ولدي اش عدو؟ قال لي اخوك متهم بالتجاره في المخدرات. قلت له خويا راه انتم عارفين انا ما كيتاجرش في المخدرات. يلا ورينا السيده اللي تعرفتي عليها، عدد السيد، السيده كانت كاريه لهذا السيد ولا ما نعرف اللي تعرف عليه خويا، خويا كيمشي عند راجل هاد السيده اللي تشد معاها، اللي مشدوده دابا حاليا من مول عبد الله، مشدوده هي وخويا، كان كيمشي عندها هي ورانا ورا الدار عندنا، كيمشي برك مع راجلها كيتكيف هو وياها فقط، هو وراجلها مصاحب مع راجلها. هاد السيد تعرف عليه عن طريق هاد السيده وراجلها، واش كان واش كتعرفوا هي الله اعلم، واش كيعرف راجلها الله اعلم. المهم انا خويا ها فين تعرف على هاد الشمالي، عاد هاد الناس ما كيتاجر معاه ما حتى شي حاجه، تعرف عليه شرا من عنده طوموبيل. كنوجه اخويا الرساله الوكيل الملك ديال عين السبع ولا قاضي التحقيق ولا اي مسؤول كاين هنايا ياخذ هاد الشيء بحق. كنوجه نداء الوكيل الملك يشوف بعين الرحمه.